في مثال على التآخي، التكافل والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد. خصص يوسف ساحوري ابن المقيبلي، وهو من أبناء الطائفة المسيحية، قطعة أرضه الخاصة في القرية لإقامة مصلى إضافي لصلاة العشاء والتراويح وغيرها أيضا في مكان مفتوح، طبعا في ظل أزمة كورونا وشروط التجمع والصلاة خلال تفشي الوباء. هاللفتة قوبلت بصدر رحب من أهل البلد والمجتمع عامة، وانتشرت الأنباء حولها على الشبكات الاجتماعية مع تعليقات عديدة داعمة للخطوة وتباركها.